أيها التنين، خرج طاقتك واضرب البيبليد الخاص بالعدو. نعم لقد فعلناها يا تنين، لقد هزمنا العدو يا تنين. هلو إتس مي ميلو ماريو. السلام عليكم، اسمي مانو ماريو. اليوم في الجزء رقم 5 لي سوبر ماريو جالاكسي. المريفات مشينا جانك يارد، لا مجانك هاي جانك جالاكسي ناش علمون في هذا جانك. اي تو باش نمشيو الجالاكسي يعني مبعد. اوف ماريو جالاكسي مرحلاهم، من احسن العاب الوي هي سوبر ماريو جالاكسي 2. انا 12 نجم، انا 16 مليك لي نجم نحلو الجالاكسي الثاني. باتل روك سبيس جانك ايوا توكا باتل روك جالاكسي. هاي ليتس جو. باتل وروك، فهمت علاش باتل وروك؟ حاول فيهم كلا ثلاثة نجمات، فما ممكن نجمات مختفية. صار ما تجينيش كومنت كيما المرة اللي فاتت باش الفيديو ما يتوالش. و ليتس جو. تفكرتوا هذا شنو قاعدين نمشيو سكرولينغ، هذا سكرولينغ ليفل بال 3D. معروف البلاتفورمينغ ديما فما ليفلز نتاع سكرولينغ. باه نمشيو من اللوطه، بالطبيعه اللوطه فما جوز الكل. ترى ايش فيها؟ شويه فلوس. اها هذا شنو هذا؟ كوكب فليس هذا؟ شو هذا الزرابط؟ لا 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 زربوط يموتوا الكل، على الاقل يدوروني كومي ما يطيحونيش يعني ولا حاجة. ماذا لي انتي؟ زي ايوا هما في ساعات يجمو يجيو لوطا. ناخذ القطايا هذا من الكل، نزل داخل الكعبة. اي وينش نلقاها توا؟ هي كانت على الاول. باه باش نزولنا كما باش نمشي الستار الكبير. اوكي يهو. شو تسحق الجالكسي كبيرة؟ فكرك عليها قلب هكا الشريان خارج هكا قلب. باه كان عندي هذا نجم نقز عليه. اوه هذا البلاتفورم تاع سكرولينغ باش ندوروها ونختموها. دونك جيت نعمل دوج نعمل دوج. فما ياسر هذا فماش بولت بيلز هذوما خاطرهم يتبعوش. دونك الكر هذوما يشبهوا اللي يجيو في الايرشيب في سوبر ماريو بروس 3 و نيو سوبر ماريو بروس 3 و يو هاكم. باو باو دونك جست دوج. هوني نستخدمو معناتها الجرافيتي مرة الفوق مرة اللوطا. لو كان فماش فاس الجرافيتي ما تنجمش تخمم هكاكا، ممكن مرة على اليمين مرة على اليسار. اما الجرافيتي تو لازم تخمم مرة الفوق مرة اللوطا، بعدك باش نبداو يصعبو شوية. هوني ولا قريب شوية مرة الفوق مرة اللوطا. اما هكا يضربو الوحيد في المرة دونك تعمل دوج. هات 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 الكل هات. اوكي احيا ضربتني مش راقص بها. هوني نقزو نجم نقزو، خلونا نقزو من المخلوق. هاي يا ماريو ما تموتليش، يا ماريو ما تموتليش. اوكي النجمة بتاعنا هذوما. اي عاشي شكرا. كيفاش بولت بيلز اكثر يفهم بولت بيلز غاد وشي بولت بيلز مثل كان بولت بيلز معروف. اكسر اي هاتي تكسر هكا لازم يجيب زوج وحيد في المرة. بولت بيل يجي لعمو حاب نكسر جت فيا. هيك الاولى هيك هكا الثانية شو مرض. ما نبكى وزي نقز. اوكي تو نجيبو اخر بولت بيل نوصلوه للنجمة تاعات. تايا في ساعة لا
بالهجة عليها زيد. اها و يا مال دورك والله غنيت تنحط عند النجمة. تا 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 باه تنمشيو النجمة لين بعد. شو بجاي بريكينج انتو ذا باتل روك. اه تو ندخل الباتل روك باه. علاش اسمها باتل روك زع؟ اه هي تضرب في مادام تضرب في الوحيد يعني باتل روك. اي حجرة تضرب باش ندخلو لها. قال لي سبيكر مدفع باه. بام بام اول مرة ظني نشوفهم بام بامس بام بام. هكوني الجالكسي دي متاع المتفجرات. اه طيشوها بال باه. فهمنا تلو الحكاية ما نتكسر. شكرا انتي تيح غادي نجزي نكسروها. يا ربي عليز عليز البيم هذا مسد. قالها نمشي نبوس البومبام نعمل ناكل ذرمة. اه هذي مش غريبة عليا هذي. ضلي فما حاجة. اها فما لومة. امشو اللومة قبل لي اش تحبي يا اللومة. مقوليش ظل تحب ياسر ياسر ستار بيتس. لازم نكسر هذا بالستار. مين الستار؟ اها سي 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 بلا ترشح. شكرا رينبو تا 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 ايش تاري سولفا كسر في الشين شام ونخو في ستار ستار بيس الكل باش ناكل اللومة. لا لا ضلي كاش تحبي يزي هاللومة مينا. والله عجبتني الجالكسي هذي راه اربع وحيد تقعد تدور تدور تدور. بابي اطلع نوريك اطلع ناكلك 30 كو من مساندو. اي صحة وبشفاء يعطيك العافية. استنى تفكر الجالكسي هذي اللي باش نكسر فيهم الصنادق. جينا فيك الروبو شكسنا قد تكسر فيهم الصنادق باش تعطيني فاير فلاور. ايوا تفكرتها. باه لا مش بفاير فلاور بالبوم بومز. معقول what do people think ذاك عند الري. هاي باه باه لا يحبني في فلقهم ما يحبني فيسع. فهمت علاش دوني تحب تفلقهم ولا تحب فيسع؟ ثبت لي وبس اوكي عاوني فين نحطهم اكل فاست الفلوس. باه هذي هكا تا 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 زادك غادي بلا تكسر بلا تكسر قبل الوقت بلا تكسر بليز على خاطري. باه مريقل هو في اخر لحظه. شكرا شكرا يا يوبي نانا نا تيك ذيس. عنده النجمه بيم نخدم خدمة خدام عندك انا ما تخلصني نجو. انا بلمبر مش زبال هو فرق. او ترشقناها ما ترشقت روحي معها ما حبيتش نطيشها بعد تجيني بعيدة. ونحكيو مع اللومة باش تعاوني. شكرا تاك كيفاش مش نمشيو تو. اه هذا من الوحيد الزرق بعد نمشيو غاد فما ونوب فما هيك ما بدين فما هيك يعني فما عركة بدين فما هيك يعني فما عركة وشي مفروض. ها هاك ايه ترى ترى لا 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 بعد مش نحيا عاد بليز حسن عبي لي دمي شكرا. ايوه به
لا صافا مريقل مريقل غنزرب ياسرك علاش نظن زميلي لقى زوز بليزات ستار بيت ستار بيت ستار بيت بليز لا جاي وناخذ شويه ستار بيت هوني هوني لازم فيها فلوس لازم فيها فلوس هذي حكم ريقي كل خطر ستار بيت صافي نهبطو في البايب باش نخرجو للشيء الاخرى نقيش نيجي لوما باش يوريونا ميكانيك جديدة تو اكثرية باش نعمل بيها بوس اللي هي بوم خلف البوم بوم بومز من الحيوة ديزاكتيفيوها كسروا بيها هذا كيفاش يضربني هو غاد هي كانون كسروا هذي هكا شتاق جبت فلوس قد هكا فما كانون ناخر من اللوطة هكا وهكا زمان عملو خاطر هي فلوس النجمة ناخذو ليس كوين وندخلو غادو ناخذو نمشيو للنجمة لحظة مناسبة ونخرج اوه شو شو كيف علي كانون هذي سمحة شو شو خليتها ان شاء الله نعملها الثمب نيل متاع الفيديو وين هاك يا صاروخ هذي بتباش نزلو ونكسرو بيها حاجة طيش لا هيكي وان اب وان اب نسحقش وان اب هذي حاجة كان كلهم ميني جيمز معناتها ميني بلانتس تاخد كل مرة من حاجة لحاجة تك والله الجرافيتي الجرافيتي ساعات هكا تقول انت هكا باش نقزك باش نطيح لا اما انت جيت تمشي على جنب ما خديتش الوان اب يلا نكون لازم نعملها في الوقت المناسب كانش نمشي للفضاء انا تضرب في حاجة اما انا جبتها في الوقت المناسب وخذيت النجمة بابا اخرج ما في الفيديو توب مانك اند توب مان درايب هذي يا بوس توب هو الزربوط بالانجليزيه ضل يسميوه توب توب اي الزربوط هذا اسمه توب دونك شنو غادي ندورو 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 ما تجينا بوس قالينا في بي بليد خلاص شكون كان يتفرج بالبليد في سبيس تون؟ كنت تفرج علي كنت حتى لما هذا مش هذا مجمع هذا متاع سوبر ماريو بروس 3 الوحيد هذا ستار بيت ابي كيفاش باش نغلبو ايوه تفكرت تضرب هكا اي نمشيو هذا شنو؟ ياي ياي خرج ليزر فكرني متاع اللي في زلدا بعد باش تحرك ومن بعد ومن بعد فما قنابل ومن بعد ومن بعد هناك الضربة ياي نهرب باه عندك هذا التوب كيفاش نلعبو كيما في بي بلايد يا تقلبو على اليمين ولا تضربو في حاجة تقول لا تكسروا مش انا نكسروا من حاجه اخرى تكسر ما تزيد الاغنيه تاع بي بليد في سبيس تون فكر ريان واش اسمه ولا حسان نسيت المسامي مو ما حسر مو مازال تو قداش من كل مره نفس الحكايه في بي بليد البطل اللي يكون عنده شعره احمر هكا يشبه ما ديما هكا والطاقة نتاعو تنين البي بليد نتاعو عنده الوحش نتاعو تنين هوني نلعبو بالجرافيتي مرة الفوق مرة الوطا بابي 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 مو استنى نجمو نمشيو من فوق باه لازم المفروض نجي هوني او شي كاو منا شقة عربي
خير ما تمشي هيك الكل. هيك تغير فيس رد بالي وكعم ديجا عاملينو بالاحمر. لازم يتعدى فيس. ريتشي هوني مثلا سونيك العاب سونيك يبدا مثلا 3D بعديك يولي 2D. تسمى فرق 2D ماسط نتاع سونيك بينما 3D تقعد تجري هكا مرة اليمين ولا اليسار. بينما سوبر ماريو وقت يلعب 3D بعد يولي 2D ما تحس عادي تقعد ماريو يعني جامبينغ بلاتفورمينغ اصله خاطر كله بلاتفورمينغ ما فيش مشكلة نتاع سرعة. تحسو ماريو سونيك مظلوم الفانز بتوع دي مظلمين. اوه جو كان عندك هذا كي راح نطيشو الضوء الاخضر. واحد على الضوء المفروض واحد على الضوء الاحمر واحد على الضوء الاخضر. يلا ما يصير شيء. شبيه الجرافيت نحات ولد بلاد هكا والله الجرافيت تفهم شيء. او سي البطل روك السرناع دق دق دلالها امها ما عادش فيها باتل روك. طبعا شق عربي منوني هذه بلاتفورم نتاع البوس. هذا نجمو نشريو منو بالفلوس نشريو منو شقولو دم لايف ولا ون اب. يعني هذا البوس صعيب يا اخي بلاش فيه تي زربوت. في وجهي في وجه نقص بيه تك. واو بحلاه وقع لي بي بليد ايوه تكسر مش خليه يضربني. بيبليد هيا يا بيبليد يمكنك فعلها ايها التنين. دكا ايها التنين خرج طاقتك واضرب البيبليد الخاص بالعدو. نعم لقد فعلناها يا تنين لقد هزمنا العدو يا تنين احسنت يا تنين. يا اوكي تي ساهل بلاش فيه. اما الصعيب انك ما تاكلش ضربه. الكومنت ستار هونيا اسمه دير ديفيل ستار اللي عندك حيه امانتها لايف برك ضربه تموت برك. لازم واحد يلعب من غير ضغط حتى ياكل ضغط الضربه هكا الصعوبيه نتاعها. وكو الله ان شاء الله عجبكم الفيديو لايك كومنت وسبسكرايب. اتس مي من ماريو في امان الله.